بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنشوف مع بعض طريقة تعبئة فريون مكيف السيارة. عندنا سيارة لاند كروزر جي اكس ار 2003 تقريبا، فيها مشكلة في الثلاجة، الفريون بيهرب بسرعة. حنشوف مع بعض كيف نعبي الفريون بطريقة جدا سهلة وفي البيت. طبعا ما بكلفك حاجة غير علبة الفريون. علبة الفريون هذه اللي هي R134A. نوع الفريون تقريبا هذا المتفق عليه في كل انواع السيارات، عشان تعرف بالضبط ايش النوع اللي انت بتحتاجه لما تيجي تفتح كبوت السيارة. تعال شوف هنا مكتوب هذا الرقم، هذا هو نفس الرقم، ومكتوب كمان الوزن بس مش واضح، دقيقة نوضح. مكتوب كمان، هصور الصورة هذه عشان تكون واضحة احسن من كده، تمام. وراح نحتاج كمان اللي هو الجيج العادي في الهوز تبع السيارات. هوز السيارات زي ما احنا شايفين هذا الهوز اللي بيركب في السيارة، مختلف طبعا عن ايش، عن الهوز العادي تبع علب الفريون العادية. زي ما احنا شايفين هذه الماكينة، هذا علبة الفريون. الكمبرسور هذا المكان اللي حنشبك فيه، طبعا كل سيارة بتختلف، ما في اضاءة هنا. دقيقة احاول، هذا هو المكان، شايفين كل سيارة لها مكان معين. طبعا انت بتعرف يعني من التكييف، من الفني، من الانترنت، من الكتالوج، على حسب يعني. طريقة جدا سهلة حنشوفها مع بعض. الطريقة، أول حاجة لازم نتأكد إنه هذا الجيج مقفل، الصمام مقفل، الصمام الأزرق والصمام الأحمر مقفل، اللي هنا واصل، والهوز اللي هنا برضو فيه أوبن، ونلفه عكس الأوبن، الأوبن كده بيفتح ونلفه كده عشان نسكر ونتأكد إنه مسكر، ونركبه في المكان اللي جوه. هوقف الفيديو ونشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين هذا المكان، البلف اللي هنشبك فيه الهوز الأزرق. طريقة الشبك، هنرفع هذا كده زي ما احنا شايفين، هذا اللي، لا عفوا، هذا المحبس بيطلع وبينزل. هذه الطريقة هنشبكه، نرفع، دخل، هنفلت لغاية ما نتأكد انه شبك. الآن زي ما احنا شايفين تأكد انه شابك ومقفل. طيب الخطوة اللي بعد كده هنشغل السيارة، هنشغل المكيف على درجة الوسط تقريبا، ونتأكد انه الكمبرسور شغال، التكييف يعني الاي سي، الزر موجود في السيارة يكون شغال، مش انه نشغل المكيف بس بدون مروحة، بدون تكييف يعني مروحة بس. لازم نتأكد انه الاي سي شغال ودرجة المروحة تقريبا الوسط. بسم الله، نشغل السيارة، نشغل التكييف، تأكد انه الاي سي شغال. هذا الاي سي شغال، برودة السيارة طبعا سيئة، ما في فريون في السيارة. حنشوف الان الكيج ايش حيقرا. زي ما احنا شايفين حتى الكمبرسور ما بيشتغل لانه ما في فريون ينضغط. حنيجي هنا، حنتأكد انه هذا ما زال مسكر، ما نفتحه لانه عندنا هنا لي مش مشبوك، ممكن الفريون يتحرك من هنا ويطلع لما نشتغل، فهذا كلها مسكرة. محتاجين احنا نفتح الهوز اللي نازل هنا، والجيج ما بيقرا، الضغط جدا سيء تقريبا بيكاد يكون صفر، وبيسحب فريون، ما في فريون. شفنا اللي الاصفر وهذه ما زالت مسكره، وهذا الازرق ما زال مسكر، وحنرجع ننبه لجزئيه الهواء اللي موجود الان في اللي. الان في هواء موجود داخل اللي هذا، حنتخلص منه.
حاجة، هنروح نفتح العلبة. العلبة هذه، وبالتالي الفريون مشي من هنا مع شوية هواء لغاية ما وصل لهنا. هنفتح الجاج هذا شوية شوية عشان نتخلص بس من الهواء اللي موجود أول، ونسكر تاني. الآن مفتوحة العلبة الفريون وموصلة، فرغنا الهواء اللي موجود هنا، فتحنا الانجاج، قفلنا وعملنا كل حاجة، والكمبرسور ما زال ما بيشتغل لأنه هذا الجاج الأزرق مصفى. تمام، زي ما احنا شايفين كده، واضحة ومش واضحة الصورة، حاول كده نخليها. ما بيتعدى الصفر، انا بحاول يسحب فريون، ما في فريون في الكمبرسور. الان حنفتح الجاج الازرق شوية شوية، زي ما احنا شايفين الان بيشحن. الأرقام هذه المفروض تكون من 20 إلى 55، 55 هنا والعشرين تقريبا هنا، المفروض الأرقام تكون كذا. أنا علبة الفريون ما كفت، علبة الفريون اللي أنا جبتها ما كفت، وبالتالي الأرقام هذه ما راح توصل لأن الضغط مش كفاية. المفروض أجيب علبة أكبر من كذا، وأجيب الدبة الخضراء اللي كلنا بنعرفها، لكن لأنها مش موجودة عندي وهذه العلبة خلصت وما عندي الآن فريون، أضطر أنهي الفيديو. لكن الطريقة المفروض انها وصلت، او الفكرة وصلت، لازم نوصل. شوف الكمبرسر الان طفى بيسحب، شايفين الرقم؟ المفروض هذا الرقم ما يوصل للصفر، يوصل للعشرين المفروض اذا الكمية كاملة. تمام، بتمنى تكون الفكرة واضحة، للأسف ما عندي تكملة. يعني انا حضطر انهي الفيديو وارفعه على اليوتيوب بهذه النهاية. طبعا التكييف فرق واختلف وبرد الحمد لله. صحيح الضغط مش كامل، الضغط يعني تأثيره على كمية الفريون مش على كمية البرودة، البرودة موجودة لكن الفريون القليل بيأذي الكمبرسور وهذا ما بينصح فيه. أنا مضطر كده لأنه أنا عندي يومين تقريبا مضطر أتحرك بالسيارة فيهم، فمضطر أعمل الحركة هذه. لكن في الوضع الطبيعي لا ينصح أنه الضغط يكون أقل من 20 للـ55. بس إذا في أي سؤال رسلوني، هنحاول إن شاء الله نحلها مع بعض. هحاول بعد ما تنتهي اليومين هذه تقريبا كده أرجع أجيب علبة فريون أكبر وأرجع أعيد الموضوع هذا. إن شاء الله أكون صلحت مشكلة الثلاجة اللي بتهرب الفريون. وبس، يعطيكم العافية.